يمكن انا برضو بستثمر الدكتور وسيم. في عالم انا بحبه جدا وقرات عنه الكثير، يعني هو عالم مؤثر جدا في العالم حتى هذه اللحظه، راح من مات يعني او قتل من سنين، وهو اسمه تسلا، نيكولا تسلا، صح؟ تمام، نيكولا تسلا. عايزك تقول للناس مين الراجل ده لو سمحت. الراجل ده راجل عظيم جدا واتظلم زي كثير من العلماء ما اتظلموا، اسمه نيكولا زي ما حضرتك ذكرت تسلا. فالراجل ده صربي وترك صربيا ولكن كان موهوب، وراح الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هو مهتم بالطبيعة وقوانين الطبيعة والفيزيكس والكهرباء بالذات والحاجات دي. فراح يقابل مين؟ راح يقابل اديسون، توماس اديسون. هو ده اديسون الاشهر في حكايه الكهرباء طبعا، ولا زال لغايه دلوقتي اشهر من تسلا بكتير، بس الحقيقه غير كده. انا عشان كده احب انك تعرفوا المعلومات دي. احنا بنعيش في نور تسلا مش نور اديسون. اما الناس تدخل كده وتقول لك يا سلام، لو لك يا اديسون ما كناش يعني عارفين نستخدم لا ثلاجه ولا لمبه ولا كل حاجه ولا اي حاجه. انما الحقيقه المفروض نقول لك لولاك يا نيكولا تسلا انت السبب. نيكولا تسلا اول ما راح قابل بقى مين؟ اديسون. كان محتاس صحيح، ولا اللي احنا بنسميه التيار المستمر. انما عشان التيار المستمر ويوصل لازم عاوز محطه بعد محطه بعد محطه بعد محطه. فالاثنين لما اتقابلوا فاديسون بيقول له انا عاوزك تحل لي المشكله دي، في مشكله كبيره، مشكله التيار المستمر، عايز وصلات. طبعا عاوز وصلات وعاوز مباني وعاوز محطات. تيار مستمر. وقال له $100,000 لك يا تسلا اذا نجحت في انك انت تحل لي المشكله دي. تسلا قعد سنه 365 يوم يشتغل كل يوم 18 ساعه. احنا بنتكلم في بدايه القرن اللي فات. ايوه مظبوط، بدايات القرن. ايوه بدايته. فقعد يشتغل 18 ساعه يوميا لمده 365 يوم، واخيرا وصل الى الترنيتنج كارنت اللي هو التيار المتقطع. فراح له قال له تتحل المشكله بالالترنيتنج كرنت كذا 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 كذا. مش معقول. قال له فين ال 100,000؟ قال له انت ما عندكش فكره عن الامريكان هيومر اللي هي الفكاهه الامريكيه؟ انا كنت بهزر معاك. قال له بتهزر معايا؟ 18 ساعه اشتغل في اليوم لمده سنه وبعد كده تقول لي بتهزر معايا؟ انت ما انتش عالم، انت بيزنس مان، انت رجل تاجر. وانا هسيبك وامشي. ابتدى يعلن الحرب عليه اديسون، حرب قذره بكل اساس، استخدم كل الاساليب. اه وفعلا نجحت. طبعا لدرجه تشتروا منه الاكتشاف بتاعه ده، هو بعد كده هو اظن بحوالي $1,000,000 ولا بتاع يعني. طبعا دي ارقام طبعا. انما قبل ده بقى اديسون ابتدى يحاربه، يصعق الكلاب اللي في الشوارع بالتيار الكهربائي، ويقول لهم ده التيار تسلا. شوف بيعمل ايه؟ لان هو اديسون عمل الشركه بتاعته وتسلا عمل الشركه بتاعته، ابتدى يحارب الحرب بين الشركتين. ايوه. وبعد كده لان اديسون كان له اتصالات واسعه جدا يعني بكبار رجال الاعمال والقضاء وبتاع، فهو اللي دخل الكرسي الكهربائي في الاعدام. والناس بقى تشوف حاجه مزعجه، يقول لهم ده اكتشاف تسلا، دي الكهرباء بتاع تسلا، دي مش عارف ايه تسلا. وحرق له المعمل بتاعه. اديسون ده لازم يدان يعني. تسلا وصل ل 700 اختراع اختفوا. هو اختفى، هو كان في فندق، هو نفسه برضه مش عارفين حياته، مش عارف يعني. كان الفندق اللي مات فيه في امريكا ولا فين؟ نعم الفندق اللي مات كان في امريكا. وهو كان عنده هاجس كده لازم يعدي ده ويمشي على حوالين الفندق ثلاث اربع. وبعدين طلع مات مش عارفين نهايته، لكن غير مؤكده. البعض بيقول ان هم قضي عليه قتل، والبعض بيقول انها مات موتة طبيعية، انما المؤكد ان اختراعاته بس هو ده اللي حصل. خدوا كل اوراق تسلا راحت امريكا وبيشتغلوا بيها لغايه دلوقتي، بيحاولوا يردوا الجميل بقى له. السياره الكهربائيه اللي طالعه باسم تسلا طبعا دلوقتي، وانما ده طبعا يعني بس وهو اللي قال ان مصر كانت تضاء بالكهرباء عن طريق الاهرامات. أيوة. وان الاهرامات لم تكن مقابر، الاهرامات كانت وسائل للاضاءه. وقال هو اللي قاله في سبب من اسباب كتب القضاء عليه. كتب الكلام ده؟ طبعا موجود. طبعا موجود. طبعا اي حد يقرا التاريخ ده يقدر يقراه. ده قال ما هو اخطر، انا باستطاعتي ان اضيء العالم كله
لان كان في قانون اينشتاين كمان كان طبق. بالمناسبه دي الراجل ده كان جبار تسلا ده كان يخطئ البرت اينشتاين في بعض المعادلات بتاعته. وهو انا اذكر انا كنت قرات انه متقابلوا اكتر من مره. متقابلوا طبعا كنا في عصر كان البرت اينشتاين كل عيد ميلاد لازم يبعت له تهنئه بعيد ميلاده. الجوابات دي موجوده على فكره. الجوابات المتبادله بين اينشتاين وتسلا موجوده في الكتب. تسلا يخطئ البرت اينشتاين يقول له لا الحته دي انت غلطان. وكان يقدر ده اينشتاين طبعا. اينشتاين ده كان يحبه جدا وكان كل عيد ميلاد بقول لك يبعت له تهنئه بعيد ميلاده. وهو قابل حد من علمائنا اظن قابل ولا اينشتاين اللي قابل لا علي. هو كان من تلاميذه علي مشرفه ولا اللي هو علي باشا مشرفه. علي باشا مشرفه كان عميد كليه العلوم في جامعه القاهره. وطبعا تلميذه علي باشا مشرفه اللي اغتالتها الولايات المتحده الامريكيه سميره موسى. سميره موسى دي بقى اليوم اللي راجع فيه مصر بقى قالوا لها لازم تقعدي في امريكا. قالت لهم لازم ارجع لمصر بلدي مصر اولى بيا. طيروها على طول. ويحيى المشهد طبعا المصري عندنا اسماء كتير برضه كذلك. بس في حاجه بقى انت حركت اثرت دلوقتي انه تسلا قال ان الفراعنه كان عندهم كهرباء كان عندهم بشكل او باخر. لا وقال كمان ايه ان دي كانت الوسيله لاضاءه مصر كلها. وتسلا قال انا بالقانون بتاع يو اف تي اللي هو يونيفايد فيلد ثيوري اللي هو المجال الموحد لان القوانين اللي تحكم الكهرباء هي نفس القوانين اللي تحكم المغناطيسيه هي نفس القوانين التي تحكم الجاذبيه. وانك انت المغناطيسيه تقدر تحولها لكهرباء برامكورف وتقدر تحول الكهرباء المغناطيسيه برضو كذلك للعربيات اللي بتقدر تشيل الحديد في الشوارع دقيقا بالمغناطيسيه. فقال انا ممكن باستخدام طاقة الجاذبية الماجنت الكبير اللي في الأرض ده أنور العالم كله مجانا. بقى سيدي الحتة دي اللي خلت رجال الأعمال والفلوس المليارات بتاعة الكهرباء دي تروح طيروه بالسبب ده. لكن ما زالت الفكرة دي موجودة إن نستطيع من خلال الخروج من الكرة الأرضية إن إحنا ناخد إضاءة ناخد كهرباء طبعا تنور أو تولع بقى زي ما أنت عايزين تنور العالم كله. كريستوفر